منذ تكون الكرة الأرضية ولم تتوقف الزلازل عن الوقوع، بعضها يتخذ شكل هزات بسيطة ويكون تأثيرها طفيفاً، والبعض الآخر أباد مدناً وخلف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين. لنتعرف على بعض أشهر الزلازل وأقصاها في العالم خلال 100 عام الأخيرة. زلزال تشيلي في 22 من مايو 1960 أصاب الزلزال الأقوى عالمياً مدينة فالديفيا في تشيلي، بلغت قوته 9.5 درجات على مقياس ريختر، فإن أعداد الوفيات قدرت بنحو 5000 شخص، وكان سبباً في تشريد ملايين الأشخاص. زلزال ألاسكا العظيم وقع في 27 من مارس 1964، رغم قوته الهائلة المقدرة ب 9.2 على مقياس ريختر، خلف زلزال ألاسكا 128 ضحية فقط، يرجع ذلك إلى قلة أعداد السكان في تلك المنطقة المتجمدة من شمال الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه تسبب في خسائر بالممتلكات بلغت نحو 311 مليون دولار. زلزال تانغشان العظيم في 28 من يوليو 1976 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 ريختر مدينة تانغشان الصينية والمناطق المحيطة بها، محولاً إياها إلى أنقاض ومخلفاً أكثر من 250,000 ضحية، بالإضافة إلى تشريد 160,000 عائلة. وتكبدت الصين خسائر مادية جراء هذا الزلزال قدرت بنحو 10 مليارات يوان. زلزال المحيط الهندي في 26 من ديسمبر 2004 وقع زلزال قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية بقوة 9.1 ريختر، تبعته موجة تسونامي عملاقة، وقد تسبب معا في مصرع أكثر من 200,000 شخص وتشريد نحو 1,700,000 فرد في دول جنوب شرق آسيا. زلزال تركيا وسوريا 2023 في يوم الاثنين 6 من فبراير 2023 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا، مخلفاً آلاف الضحايا، وشرد أعداداً لا تحصى في ظل البرد القارس. وقد أعقبه زلزال آخر بعد ساعات قليلة بلغت قوته 7.5. ولم يضرب زلزال كهذا منطقة مأهولة بالسكان في تركيا منذ عام 1939، لذلك يعد زلزال 2023 أعنف زلزال يضرب المنطقة منذ عقود. وتستمر المساعدات الدولية والعربية بالوصول إلى تركيا وسوريا للمساهمة في جهود الإنقاذ وإعانة الناجين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الجارين.